الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر إيك ياسين. آيات نمبر دو والقرآن الحكيم. آيات نمبر تين إنك لمن المرسلين. آيات نمبر تشار على صراط مستقيم. آيات نمبر بات تنزيل العزيز الرحيم. آيات نمبر تشه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آيات نمبر 7 لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون. آيات نمبر 8 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. آيات نمبر 9 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آيات نمبر 10 وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آيات نمبر 11 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آيات نمبر 12 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. آيات نمبر 13 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. آيات نمبر 14 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آيات نمبر 15 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا في ضلال إن أنتم إلا تكذبون. آيات نمبر 15 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. آيات نمبر 17 وما علينا إلا البلاغ المبين. آيات نمبر 18 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آيات نمبر 19 قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. آيات نمبر 20 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. آيات نمبر 21 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آيات نمبر 22 أما لله الذي فطرني وإليه ترجعون. آيات نمبر 23 أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني جل في ضلال مبين. آيات نمبر 25 إني آمنت بربكم فاسمعون. آيات نمبر 26 قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون. آيات نمبر 27 بما غفر لي ربي وجعلني مكرمين من المكرمين. آيات نمبر 28 وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء ما كنا منزلين. آيات نمبر 29 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. آيات نمبر 30 يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا قاموا به يستهزئون. آيات نمبر 31 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم يكون إنهم إليهم لا يرجعون. 32 وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آيات نمبر 33 وآت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منا حبا ومنهم يأكلون. آيات نمبر 34 وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها من العيون. آيات نمبر 35
لأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم سادس سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون. ثم أرتش والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير إلا لهم. أنتايس ولكم قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم. ثم تشاريس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تشاريس وقي وآت لهم النار اللاجر تم في الفلك المشهور. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون.